سيدنا انس بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه الصلاة وسلم: يا رسول والسلام. الله اشفع في يوم القيامة. بيطلب من سيدنا النبي ان يشفع له. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا فاعل ان شاء الله يوم القيامة. فسيدنا انس بيقول له: يا رسول الله اين اجدك يوم القيامة؟ طب اقابلك فين عشان تشفع فيا؟ يعني تخيل حضرتك انس بن مالك، انس سيدنا انس بيقول لسيدنا النبي اشفع فيا وهقابلك فين يوم القيامة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلبني عند الصراط، هتلاقيني واقف عند الصراط. ليه؟ لو حد جه رجله تزل او يجي يقع من على الصراط، سيدنا النبي يشفع له ويسنده عشان يكمل يعدل الجنة ان شاء الله. طيب يا رسول الله ان لم اجدك عند الصراط، قال: فاطلبني عند الميزان. حد يجي كده موازينه تخف ولا حاجة، فسيدنا النبي يشفع له فتثقل الموازين ويدخل الجنة. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. طيب يا رسول الله إن لم أجدك عند الميزان، قال: فاطلبني عند الحوض. حوض سيدنا النبي يوم القيامة. ما احنا عندنا الحوض وعندنا نهر الكوثر. الحوض في عرصات يعني في يوم القيامة، والكوثر في الجنة. والحوض بيصب فيه ميزابان من انهار الجنة بيملوا في الحوض ده. الحوض ده ما شاء الله يعني سعته كما بين مكة وبصرى، وكما بين مكة وبيت المقدس. يجي العلم الحديث يلاقيهم بالظبط 794 ميل بالظبط، حديثين. سبحانك يا رب. سيدنا النبي بيقول كده، وبيقول انه حاجة كده عجيبة الشكل، سبحان الخلاق العظيم. اللي ما لقيتنيش عند الصراط اطلبني عند الميزان، ان لم تجدني عند الميزان اطلبني عند الحوض، فاني لا اخطئ هذه المواطن الثلاثه. ادي اول حديث.